Bonjour mes élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon, c'est les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs, d'accord? Qui fait les adjectifs qualificatifs? Il me concerne les adjectifs qualificatifs. D'abord, par exemple, tu es gentil. Tu es gentil. D'accord? هنا وصفتها بديك جونتي وصفتها كي دايره كون قلت لكم غير تويي ولا مثلا قلت لكم مروه اي وسكت ما تعرفوش مروه كي دايره ما عطيتهاش واحد لادجكتيف ما نعتهاش بيه داكوغ اون فا بروندر دي زيكزامبل بو كومبروندر الا ان بو سالون عندو ان بو سالون واحد البهو جميل كون فو فوي كتبت لكم هنا الى ان سالون الا قلت لكم حيدت هذه مثلا خليت لكم الى ان سالون الا قلت سولمون الى ان سالون غتعرفوا غير اللي غير عنده واحد البهو ما غتعرفوش كي داير واش زوين ولا خايب ميم ني قلت الى ان بو سالون وصفت لكم داك لو سالون كي لي بو يعني راه زوين داك لو سالون الوغ بو سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف داكور حيت وصف لينا لو سالون كي داير داكور نفو بروندر نوتر فراز لي بارون سون بوفر الاباء sont et là que comme les parents sont skit vous ne savez pas شنو قلت ما تعرفوني شنو بغيت نقول même ni قلت les parents sont pauvres عرفتوا que les parents راهم pauvres يعني pauvres وصفنا بها les parents يعني فقراء d'accord alors pauvre aussi c'est un adjectif qualificatif on va prendre une petite règle les mots beau et pauvre هذه الكلمه beau et pauvre sont des adjectifs qualificatifs. علاش هنا beau وصفت لنا le salon, هنا pauvre وصفت لنا les parents. D'accord? L'adjectif précise le nom. يعني l'adjectif qui يحدد لنا داك le nom. هنا le nom parent عرفناه بلي pauvre. هنا le nom salon عرفناه بلي beau. T'inquiète pas, هنا واخا يجي قبل ولا بعد مهم كيوصف لنا داك le nom. يعني précise le nom. D'accord? ما كناش غنعرفوا لو سالون راه زوين كون ما قالوش بو ما كناش غنعرفوا باللي الاباء راه فقراء كون ما قالوش بوفر داكور الوغ لادجكتيف بريسيز لو نو اون فا بروندر ان اكزامبل لو بيتي غارسون الولد الصغير كون ما قالوش لينا صغير غنعرفوه نو كون قالوا غير لو غارسون ما نعرفوش لو غارسون كي داير الوغ ملي قالوا لينا لو بيتي غارسون عرفنا بلي لو غارسون راه بيتي يعني بيتي سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف اون ا اوسي لو ميشون لو لو ميشون لو لو والذئب باردون كون ما قالوش لينا الذئب بلي راه قبيح ما كناش غنعرفو كون قالو غير لو ما كناش غنعرفو الوغ ميشون سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف عندنا لو تيران راك تعرفو تيران لو تيران فاغ هي خاوي داكوغ فاغ وصفت لينا لو تيران كون ما قالوش لينا بلي راه كاين كو لي تيران فاغ ما كناش غنعرفو راه خاوي داكوغ الوغ فاغ سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف اون فا بروندر ان بيتي اكزارسيس بور بيان كومبروندر J'ai une grande maison. لدي منزل كبير. ولا قلت لكم j'ai une maison. غتعرفوا بلي عندي منزل. ولكن ملي قلت لكم j'ai une grande maison عرفنا بلي راه المنزل ديالي راه كبير. Alors grande وصفت لينا المنزل. Alors grande c'est un adjectif qualificatif. D'accord? Elle est une fille gentille. هي فتاة لطيفة. كون ما قالوش لينا جونتي غنعرفوها جونتي نو. ما يمكنش كان كون قالوا غير الي ان في غنعرفوها فقط هي فتاه ملي قالوا لينا الي ان في جونتي عرفنا باللي راه جونتي هو لادجكتيف كاليفيكاتيف علاش حيت وصفوا لينا الفي كي دايره يعني البنت لطيفه سو غارسون اي بيتي سو غارسون اي بيتي هذا الولد صغير كون قالوا لينا غير سو غارسون غنعرفوش واش صغير ولا كبير ميم ملي قالوا سو غارسون اي بيتي عرفنا باللي راه لو غارسون بيتي الوغ سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف بيتي سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف باردون جي اون فواتور رابيد جي اون فواتور رابيد لدي سياره سريعه لا قلت لكم جي اون فواتور وسكت tu vas comprendre comment elle est cette voiture غتعرفوا كيفاش دايره هذيك الفواتور
ما تعرفوش منين قلت لكم غابيد، بينت لكم باللي عندي واحد السياره سريعه. الو غابيد وصفت لنا السياره. الو غابيد سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف كي كاليفي لو نو فواتور، حيت وصف لنا الكلمه او الاسم فواتور. Voici ici, il peut préciser par certaines façons. On a l'adjectif qualificatif qui peut par exemple, la couleur, un tableau blanc. كون قلت لكم غير ان تابلو غتعرفوا لو تابلو غتعرفوا بلي السبوره راه بيضه ما يمكنش، ولكن ملي قلت لكم بلي راه ان تابلو بلون بينت لكم بلي راه لو تابلو بلون. الوغ بلون سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف. كيقدر لادجكتيف كاليفيكاتيف يجينا تاني سو فورم كيجينا على شكل اون فورم. اون فورم هو واحد الشكل، داكوغ مثلا يقدر يكون لونغ، يقدر يكون كورت يعني طويل قصير، لونغ كورت. مثلا لورونج اي تان فروي روند، البرتقال هو فاكهه روند يا دائريه، داكوغ. الو روند وصفت لينا لورونج كي دايره، وصفت لينا البرتقال كي داير، عرفنا بلي راه البرتقال دائري. الو روند سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف. عندنا il peut préciser aussi la nationalité. La nationalité هي الجنسية. بحال مثلا قلت لكم ان امي ماروكان، لا ان امي ايطاليان، لا ان امي فرونسي. الوغ عرفنا بلي داك لامي راه الجنسية ديالو ماروكان يعني مغربي. الوغ ماروكان سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف حيت وصفت لينا الجنسية ديال داك لامي. الوغ جيسبيغ كو فوزالي كومبخي. سي تون ليسون كي كو سيغتان اليف avoir un problème avec elle. J'espère que tout le monde a compris.